تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2018 مع قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة. أعرب فيها جلالته عن أطيب تهانيه بهذه المناسبة وخالص تمنياته لهم بوافر الصحة والسعادة، ولدولهم وشعوبهم الشقيقة والصديقة دوام التقدم والازدهار، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يكون العام الجديد عام خير وأمن وسلام ورخاء على كافة دول وشعوب العالم. تبادل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد مع قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة ورؤساء الوزارات وأولياء العهود. عبر سموه فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة وأطيب تمنياته لهم بدوام الصحة والسعادة وبلدانهم وشعوبهم الشقيقة والصديقة المزيد من التقدم والتطور، سائلا المولى عز وجل أن يجعل العام الجديد عام أمن وسلام وازدهار على كافة بلدان وشعوب العالم. تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد مع قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة وأولياء العهود. عبر سموه فيها عن صادق تهانيه بهذه المناسبة وأطيب تمنياته لهم بوفور الصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الشقيقة والصديقة اطراد التقدم والرفعة والرقي، متمنيا سموه أن يكون العام الجديد عام أمن وسلام ورخاء على دول وشعوب العالم كافة.